مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء صيفية مستقرة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ووصلت العظمى في عمان 31 درجة مئوية. هاي الليلة بتكون الأجواء لطيفة ورطبة وبتوصل درجة الحرارة ل 19 درجة، أما الرطوبة 83% والرياح شمالية غربية. غدا بتكون الأجواء صيفية معتدلة نهارا ومائلة للبرودة ليلا، بتوصل درجة الحرارة بالنهار ل 28 وبتنخفض بالليل ل 18 درجة. يومي الأربعاء والخميس ارتفاع على درجات الحرارة وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة، بتوصل درجة الحرارة بالنهار ل 31 وبالليل بتنخفض ل 22 درجة. بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليوم غد في باقي مناطق المملكة. بتسجل درجات الحرارة في إربد 22 وغدا 31، عجلون 19 وغدا 30، جرش أجواء صافية 21 وغدا 31 وأجواء صيفية. بالمفرق 19 وغدا 32، الزرقاء 20 وغدا 32 درجة مئوية. بتسجل درجات الحرارة في السلطة 20 وغدا 29، مادبا أجواء صافية 19 وغدا 28، مطار ملكعلياء 17 وغدا 31 وأجواء صيفية. بتسجل في البحر الميت 28 وغدا 38 وأجواء شديدة الحرارة، الطفيلة 19 وغدا 28، الكرك 19 وغدا 29 درجة. في معان بتسجل 20 أجواء صافية وغدا 29، في العقبة بتسجل درجات الحرارة 29 وغدا 40 نهاية برواشد، 23 أجواء صافية وغدا 35. إذن ملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة: طقس صيفي نهارا وأجواء مائلة للبرودة ليلا وارتفاع على درجات الحرارة يوم الأربعاء. وإلى أخبار الطقس والمناخ عالميا، حيث تستمر موجة الحرائق في معظم دول العالم، وفي الصين أجلت السلطات أكثر من 1500 شخص من منازلهم ونقلتهم للملاجئ بسبب حرائق الغابات المستعرة جنوب غرب البلاد. وتسبب الجفاف وموجات الحر المستمرة في اندلاع عدد من حرائق الغابات في المناطق الجبلية غرب الصين، مع توقعات باستمرار الطقس الحار حيث تسجل أعلى درجات الحرارة هناك أكثر من 40 درجة مئوية. ننتقل لدرجات الحرارة في مدن ودول حول العالم. وصلنا لنهاية النشرة، شكراً لحسن المتابعة، عودة إليك ليلى. شكراً مريان.